صورة ذا ويكند متنكر بمناسبة هالوين بشخصية دون فيتو كارليوني اللي جسدها مارلون براندو بفيلم The Godfather واللي اخترناها تكون trend of the day بسبب التفاعل الكبير اللي صار عليها والتعليقات اللي حصدتها من المتابعين اللي تفاجأوا قديم جسد الشخصية بإتقان وبكل تفاصيلها طالع صورة طب الأصل. ومن كتر الشبه الناس فكرت إنه بس نشر صور للشخصية على حسابه على إنستغرام لحد ما نشر الفيديو. ويوم أمس أشهر نجوم بهوليوود احتفلوا بهالوين وشاركوا إطلالاتهم المختلفة من خلال مشاركة جمهور ومتابعينهم على مواقع التواصل الاجتماعي بصور إلهم بهالليلة. يعني يدان الهالوين يعتبر بيج ديل بهوليوود صح؟ أكيد. يعني الناس كلها بتستنى شو حيعملوا الفنانين كيف حيتنكروا؟ أكيد. ولأنه طبعاً السنة الماضية الناس ما احتفلت فيه بسبب أزمة فيروس كورونا، السنة النجوم أبدعوا بأزيائهم التنكرية وفي كتير سيلابريتيز تنكروا، بس حنحكي عن أكثر الأزياء اللي كانت كرياتيف بهالليلة. فمنبدأ مع عائلة جون ليجند اللي خطفوا كل الأضواء وتحولوا لذا آدمز فاميلي، وحتى نشر جون فيديو وهو بشخصية جوميز عم بيعزف على البيانو أغنية الفيلم الكلاسيك وشاركت معه كل العيلة. عائلة تانية كمان شاركت السنة وما كانت متوقعة مشاركتها الصراحة من بعد الأزمة التراجيك اللي مروا فيها، عائلة أليك بالدوين لأنهم تعرضوا لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لما قامت زوجته هيلاريا بالدوين بنشر صور إلها ولزوجها وأولادهم السنة وهم بيحتفلوا بهالوين من غير مراعاة الظروف الحالية اللي بتمر فيها عائلة القتيلة هيلينا هاتشنز اللي قام أليك بقتلها عن طريق الخطأ في موقع تصوير فيلم راست من قبل أسبوع. يعني صراحة أنا نفسي استغربت ده أنا لما شفت صور قلت طب يعني مش قادرين يعدوا السنة دي على الأقل من غير هالوين يعني صار بيج ديل المره دي بقى هقول صار بيج ديل يعني كمان الاولاد كمان يعني بس انه في ظروف بتمر بيها العيله والعوائل الثانيه اللي تعرضوا للمشكله نفسها أكيد. يعني ات واز ا بيت ويرد صراحه من وجهه نظري. طب تعالي نروح لنجمه ثانيه كان اللوك يمكن اللي اختارته مرعب شويه وهي اريانا جراندي فاجئتنا باللوك اللي طلعت بيه فيري سبوكي. اختارت اريانا جراندي الكوستيوم المستوحاه من اولد هوليوود فارتدت لوك وحش من فيلم كريتشر فروم ذا بلاك لاجون وفي واحده من الصور اللي نشرتهم بنشوف فيها زوجها دالتون جوميز. لا بس في قبل كانوا يعني كتير حلوين كاتي بيري وخطيبة أورلاندو بلوم كانوا كتير مهضومين كتير وكتير كرياتيف الصراحة فكاتي بيري وخطيبها كانوا البرفكت بير فلبست كاتي بيري زي إبرة أورلاندو زي طبيب من وحي طبعاً فترة اللقاح ضد فيروس كورونا وفي كابل تاني كمان اختاروا ماتشينج لوك وهم كاميلا كابيو وشان مينديز واحتفلوا بذا داي اوف ذا ديد بأزياء مستوحاة من الهياكل العظمية اللاتينية كما نشروا فيديو إلهم مع بعض وهم بيرقصوا حلوين حلوين جداً بس صراحة أنا في لوك يمكن عجبني أكتر كمان يا دانا هو لوك ريانا كانت مختلفة كتير كتير حلوة very creative أكيد لأنها she recreated look أحد الرابرز واسمه غونا بطريقة كتير perfect وحتى على إنستغرام كتبت نفس التعليق اللي هو كان كاتبه لما نشر هالصورة بنيويورك فاشن ويك وبعدها ما حكينا لسه عن أبرز الكاستيومز كلياتها مين برأيكم بيفوز بهالوين السنة؟ أنا وصبحي بس انتوا ما شاركتوا لا احنا امبارح شاركنا على الستوريات احنا الستوري امبارح بدانا عملنا كل الفلاتر الموجوده على هالوين لانه ما عندنا وقت كان ما صرنا بس لازم الحقيقه بس انتي طلعتي انتي انا رحت تشيك ستريت مع الاولاد من غيرنا انتي مبسوطه من غيرنا كيدز للكيدز بس ما احنا كيدز باي ذا واي على فكره